هنا مكتبة قرية قمرة، شوفوا هذه التحفة. مكتبة قمرة، زرنا هذه المكتبة وجدنا فيها هذه المرافق، شاشة تلفزيون، وهذه قاعة المطالعة. هذه قاعة المطالعة وقاعة الإعلام الآلي. قاعة الإعلام الآلي الاستقبال هنا، الاستقبال والتوجيه. ثم شوفوا المكتبة هنا، المكتبة نشوفوا هنا مكتب التوجيه. ندخل الآن إلى المكتبة. هنا المكتبة فيها أنواع متميزة من الكتب، كما رانا نشوفوا هنا الكتب، أنواع متميزة من الكتب، كتب تاريخية، كتب تاريخية أدبية، كتب أدبية كما نشوفوا هنا، سلسلة كتب أدبية. ثم كتب دينية وروايات. هنا قانون وإدارة، كتب خاصة بالقانون، قانون وإدارة. كتب اقتصاد، أي أن هذه المكتبة ثرية بأنواع الكتب. وكذلك سلسلة من الكتب ما نشوفه هنا، كتب الأطفال كذلك، لم ينسوا هنا الأطفال، كتب خاصة بالأطفال.